ازيك شباب؟ معكم حلقة جديدة مع اس تيوب جيمنج. انا شباب هنجرب حياة البطة ابو الاساقيس. هيبقى باك باك. اللعبة دي غريبة فكرتها، خلينا نشوف الوز او البط بيعيش ازاي. نبدا نسجل في اول كراسة لينا. حلو موضوع الكراسات ده عشان الواحد ما ينساش. فين؟ باك. الناس غنى طلع بيشيك. انا بس ايه رايكم في ابو الاساقيس؟ وزة كده محترمة. يلا باشا يا ابني استكشف المكان، ما تنسناش بقى باللايك وخلينا نبدأ نشوف. ايوه التحكم، ايوه كده مضبوطة. يلا يلا بدي اتحركي. يا سلام بتشفت هناك، ولا تقول لي باب جي يا معلم ولا فورتنايت نوتي. لا لا لا، عشان لو حد جابنا بسنايبر. يلا يلا سريع سريع كويس. نقدر نستخدم ايه تاني ونزوم وحركات. شوف 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 اتسحب ازاي. شوف 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 ايه الاحتراف ده. يلا مضبوطة. يعني هنا جام؟ لا لا جام ما ينفعش جام هنا. لا 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 نجرب. تعالي 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 عندي من هنا نجرب كده نستهبل. استنى استنى تعالي اجي الكره اجي كمانو. لا يا روقانك. يلا نطلع نطلع بسرعه. اجري سبيد 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 سبيد. يا سلام دير واحده هنا كده على السريع لو سمحت. ايوه افتح الباب. حريه. يلا يا وزه. ايوه يلا يا اسطوريه. باك باك. بس خلصت بيها. فتحت الباب كله لوحدها يا بطلة. ده انت طلعت اقوى من ابو الاساقيس يا نوتي. اوف تفتح جناحاتك كمان. يلا 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 حته كده جنب على السريع. اللعبه شكلها جامد. شكلها ايه دي؟ جامده يا عم. اطلع هنا استنى شوف. في ناس عاملين فرش هنا. كانوا قاعدين هنا شباب في الحديقه بيتنزهوا. ايوه خلوا مسكوني انا. تخيل انت واحد بيحضر الغداء ولا وزه هياخدها وش. لا يا عم مش عاملين حاجه ما يقدروش. دود ما ابو الاساس موجود. ايه ده؟ اهلا وسهلا. بيعمل ايه ده؟ الراجل شغال هناك في المزرعه. استنى نشوف التعليمات. لازم نخش جوه. شايفين شباب التعليمات قد ايه؟ ماشي خلينا نجرب اول واحده. تمام كل ما نخلص حاجه المفروض هيعلمنا عليها احنا خلصناها. خلينا اشوف هنفكر ازاي نعمل خطه استراتيجيه عشان نسحب الراجل ده لينا. اول حاجه بيقول لي حاول تخليه مبلول. انا كده عايز اجرب لو جيت فتحت ليه كده على السريع. يلا ايوه يا بطه. ايوه حلو اهو فتح الباب حبيبي. اخش عدينا اول واحده ايزي. ايوه صح كده 100 100 دخلنا جوه. تمام والله اول واحده سهله قوي. خلاص احنا كده عرفنا اول واحده. خلينا نشوف طيب بقيه الحاجات لنا. عندنا حاجات كتيره شباب لازم نخلصها. يلا يلا ذاكرنا المهمات بتاعتنا. ما عملليش حاجه. حاجه غريبه. بس قاعد بيبص لي قوي. طب احنا ممكن نمشي وراه بسرعه بسرعه. هو معاه مفاتيح صح؟ استنى استنى يلا بطه. سوري 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 في يا عم. استنى استنى تعالى تعالى هكلمه دلوقتي. بصوا اشترك في القناه وفعل الجرس. ولا لسه ما اشتركتش؟ بيضربني النوتي. ولا اشترك وفعل الجرس. فهمني كده ولا لا يا كابتن؟ انت لسه جديد في القناه؟ شكله لسه جديد. بص طب بص 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 اشترك بقى ماشي عشان احبك. يا نوتي. ولا خدت على هنا. بس برضه بيزقني. ماشي 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 ابو البطابيط مش هيسيبك يا نوتي. يلا يا عم زعلان بقى من خصمك عشان انت ما اشتركتش. يلا انا ماشي وسايبك. استنى يا عم بهزر معاك. خدت على هنا ناخد من استنى يا عم انا اخد المفتاح وهمشي على طول. ايوه 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 يا رب يا رب قاعد مركز قوي معايا. يا عم تمشي الله يسهل لك. في يا عم اهو يا عم انا ماشي خلاص اهو. ايه ما همشي بعيد عنه خالص اهو عشان نطمن شويه. وبعد كده ممكن نعمل ازاي؟ خلينا نشوف الشباب بتاع دي اللي موجوده بره. ده كانها راديو صح؟ نشيل دي الاول بس. انت وزه جباره بتشيل البتاع كله لوحدك. ناخد ده طيب ينفع؟ يلا بقى نعمل له دوشه. تعالى لي لالك يا ولالي. شافني شافني شافني. اقرب راسي اقرب راسي. اوعى افتح الجناحات. ايوه اللي من شمال. يلا تعالى تعالى يا حبيبي اضرب غطس يا معلم.
على حجب اللي ناحيه ينزل. اوه يا مجنون اجري اجري بروسيس اجري اجري يا مفتري يا غدار. عايز ايه؟ اتفضل يا حبيبي. عايز ده يعني؟ اتفضل اهو اهو سبتورك خالص. خلاص انا ماشي اهو خلاص. عديني. طيب استنى استنى. يا نوتي مش عايز ياخد المفتاح. يا خلاص ابعد عني روح. بخليك مركز انت في اللي انت فيه. برضو عايز اخد منه المفتاح بس. ماشي يا عم خلاص خليك انت في اللي انت فيه يا عم. مش عايز خلاص انا حابب اشوف ورايا ايه. يعني مشينا بالراحه. هو كده مشغول في الميه. حيل نمشي على السريع. برضه صعبه صعبه. يلا 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 استنى يا نوتي. واك واك اجري 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 اجري. افتح الجرحان افتح لي من شمال وفوق وتحت. ولا اوعى 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 اجري. اهرب اهرب. بس بس يا عم سيب المفاتيح بتاعتي. شوف النوتي اخدها مني. يا سوسه ده انا تعبت عشان اخدها. تعبت تعبت يا جدع. اوعى انا زعلان منك. استنى راح فين؟ هلا انا مخصم مخصم. اي انا مش كاب الراحه. ايوه ناخد منه مفاتيح. تعال هات المفاتيح. هات. اوه اوه امسك. اوعى يا جدع. ايوه بيدور عليها. لا 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 اخدها تاني. ده انا ما صدقتها. خدها. يلا يلا يلا. اجري اجري يا بلاسيس. افتح الجراحات اللي من الشمال. اجري بسرعه بسرعه. اوعى نوتي. يا نوتي خدها مني النوتي الغدار. انا مش انا ما ولا خدت على هنا. اجري اهو. يلا انزل بقى يا معلم. هتغرق نفسك ما ينفعش. ايوه سير انا بقى بسرعه. ايوه ايوه بسرعه بسرعه. نرجع تاني حبيبي مع نفسك. لا 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 لا. اخد مني المفتاح. اوعى. طيب هفتح الباب انا يا عم. انا خلاص انا ماشي يا عم. انا مخصمك. انا فكرت هيفنشني النوتي. خلينا نشوف طيب المهمات اللي ممكن نعملها تاني. عايزني خليني البس الطاقيه بتاعته. استنى يا عم. طب تعالى يا عم ايزي. يلا يلا مظبوطه. اجري بسرعه بسرعه. هندور على الطاقيه بتاعته. نخش اهم حاجه هنا. ايوه ممكن اعمل حاجه استراتيجيه. ناخد منه المفتاح تاني ونقفل الباب على نفسنا. هو مش عارف يخش لنا ونعيش احنا حياتنا جوه. خلينا نشوف الحاجات اللي هنا. استنى. طب ما في العلب دي اخدها بالمره. من ضمن المهمات اللي احنا نروح ونعمل زي تنزه. استنى يا كابتن عايزين نتنزه في الحديقه. بس ايه يا نوتي؟ ايوه اوه لا تعالى خدها. انت سبتها ليه يا بطبوطه؟ يلا خديها بس كده. اجري. ايه هروح ناخد حاجه حاجه. ناخد اول حاجه. ايوه ده على اساس اللي احنا يعني بطه هناكل ونعيش حياتنا. نحط الحاجه هنا بره. ولا منشاف ولا منديل. كويس حطينا دي واحده تمام. خلينا نشوف بقى الباقي ناقصنا قد ايه. لسه ناقصنا بقيه الحاجات نجيبها كلها. فخلينا نروح سريع اجيبها. اخد بس التفاحه. ايه يلا 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 بسرعه 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 بسرعه. افتح الجناحات يا معلم افتح. يلا يلا بسرعه بسرعه. حلو احنا كده خلصنا المهمه دي. يلا اخر حاجه التفاحه. وكده المفروض يبقى احنا كده ظبطناها. نحط هنا. ده لسه في حاجه ناقصه. بص كام حاجه ناقص. نجيب جزرايه ونجيب كمان حاجات من مزرعته. تمام خلينا نروح بسرعه نجيبهم. انا احب اول الحركات دي. بس المهم لو ما شفناش السوسه ناخد جزرايه كده على السريع. معلش يا كابتن سوري. شافني يا رب. ما هو شكله شافني. والله شكله شافني. على فكره لو شاف كل الحاجات هياخدها ويرجعها تاني. يبقى احنا كده ما عملناش حاجه. استنى خد تعالى هنا. هو جاي كده. المفروض ناقصنا واحد من قرع العثر. على اذنك يا كابتن لو سمحت هناخد واحده كده على السريع. ايوه بس دي كبيره هتاخدها ازاي البطه. وناخد واحد يا مفتريه. كملي كملي كملي. اجري بسرعه بسرعه. يلا 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 افتح جناحاتك. دي شيله يا عم. ايوه 100 100. ناقصنا ايه؟ ناقصنا حاجتين بس. يلا نجيبهم بسرعه. هو في تفاحه هنا كمان. استنى حلو نحطها هنا كده على السريع. وناخد لنا كمان معانا ايه؟ واحد سندوتش. ايوه يلا يا عم عشان نقعد بقى تبقى فصحى زي العسل. ناخد كمان السندوتشات. اوه خدنا دي واحد كفايه قطعه. نسيب له القطعه الثانيه. وناخد بعد كده الباسكت اللي جنبيه. ايوه احتياطي برضه. يلا يلا بسرعه بسرعه. افتح الجناحات يا معلم. ينفع اخدها؟ ده انت بفت. قريتها كلها.
والله تنفع يعني مثلا مخزنين شوية أكل. أيوه يفيدنا هنا. كويس حطيناها. خلينا نشوف، احنا جبنا لك سندوتشات يا عم، انت عايز سندوتش تاني؟ ماشي خلينا اروح اجيب له بسرعه اخر سندوتش، لازم القطعه الاخيره دي اللي مزعلاك، وعايز حته السكرنونه دي. يلا بتبوطه، اجري بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه ونحط هنا، ايوه اخر حته سكرنونه خلصنا. المهم يا شباب 100 100 كده، اخدنا نزهم في الحديقه كمان كده، خلصنا كل حاجه. دلوقتي احنا المفروض نروح البحيره ونخليه برضو يلبس الطاقيه برضو. اخي انت برضو مصمم على الطاقيه دي؟ ماشي دي التحكمات، شكرا. يلا يلا بطبوطه. لا خلاص يلا سيب دي بقى، وخلينا نشوف، عايزين نلبسه الطاقيه غصب عنه السوسه عشان المهمه دي تخلص على خير. طب انا عايز اعرف حاجه، فين بقى الطاقيه بتاعته؟ حشيلها فين السوسه؟ يا شباب في ادوات هنا، اهلا وسهلا. طب وعندنا ايه تاني هنا؟ خلينا نجرب نفتح ده كده على السريع. استنى يا كابتن، استنى يا كابتن. اي يا نوتي شوف اضربني ازاي. استنى شوف، طيب هو في شاكوش هنا؟ اوعى اوعى فتح، اوعى اوعى حد يكتب على ابو الاساس. طب استنى انا عايزه كابتن، تعالى الشاكوش اللي هنا. جات لي فكره حلوه، احنا ممكن نخليه يستخدمه ازاي؟ اللي احنا نجيب له حاجه تمام ونحطها له بحيث يستخدم فيها الشاكوش. اوعى بقى يا كابتن، انا هدور لك على حاجه دلوقتي، اصبر عليا. نسحب بقى دي بالراحه. ايوه بس ما يشوفنيش. هاخدها كويس وارميها بقى في البحيره، ولو انت جدع روح اجيبها. يلا يلا يلا. ايوه ما شفناش، فين اهو؟ يلا يلا يا بط، يلا يا بط، يلا يا بط. الله عليك. ولا بنشوف ولا بندير. يلا يلا هتبقى عشان نخلص المهمه بتاعتنا. ايوه 100 100 ربنا معاك يا حبيبي. سيبها هنا، هيمسكنا دلوقتي مش هيسيبنا. دلوقتي شباب المفروض في حاجه اتفتحت لنا جديده، خلينا نشوف. تمام، لسه ناقصنا المفروض حاجه واحده بس نخلصها. هنفتح بس الحنفيه عشان ما يجي هو السوسه. خلينا ندور عليه الاول، هسحبه الاول. يلا ناخد جزرايه هنا اهي. تعالى بقى شيل يا عم، هو راح فين؟ راح فين النوتي؟ اختفى الجبان. ده حط يافطه جديده. حط اليافطه دي امتى؟ انت بتهزر صح؟ انا ناخد بقى ال اجري اجري. اوعى اوعى اي لا انت يا سوسه رجعه تاني. طب انا تعالى بقى، تعالى 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 اهو. بص هتيجي ولا اجري؟ اجري اجري بسرعه بسرعه. عايز اشوف الجزرايه. ايوه 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 احدفها هنا. ايوه اجري يلا يلا بسرعه، فرصتي دلوقتي. اجري يا جدع، يلا 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 بسرعه 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 بسرعه. وراح فين؟ ايوه يلا يا محظوظ، جاي يشوف علامات الاستفهام. نعم. انا عايز بس يخش تاني، انا اذنك لو سمحت. ايوه هيخش لها 100 100. يلا 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 يا رب قوم يوصل نجيب ايه؟ نحميه دلوقتي. طلع يجري الجبان. يا سلام، احلى استراتيجيه دي ولا ايه؟ يلا يلا. ايوه هو بيجري. يلا 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 خد منه المفتاح. تعالى يا عم، بص بص انا عشان هعمل بقى ازاي اليافطه، هو السوسه حطها حلو، هنغير مكانها. هي بقى نشوف النوت دي هيعمل ايه. اهي اليافطه، ها فرحان بيها اخويا، حاطط لي البتاع جنبيها. ناخد دي اهي اليافطه. ما تنفعنيش، بيقول لي ممنوع الوز هنا. يعني ايه ممنوع الوز؟ اهي اليافطه يا معلم. ها مش عاجبك الكلام؟ احنا البط مسيطرين مسيطرين يا نوتي، سامع سامع ولا مش ابو لاسيس؟ اهي اهي اليافطه بتاعتك انت فرحان بيها، راح يشوفها. اوعى اوعى تيجي جنبها، ها تزعل. هحطها تاني مكانها، عارف لو بس مزوقين ازاي؟ انا جات لي فكره، جات لي فكره. هحطها، هاخد الشاكوش، هعمل ايه؟ ايوه. اوعى اوعى تحطها. واحد اتنين، اول ما يدق يوبي. اوه
يا سلام اقرب رصيص اوعى نوتي. يا سلام فتحنا مكان تاني جديد. شفتوا ايه رايكم بقى في الحركه اللي احنا عملناها فيه؟ الحريه للشارع، هربنا منه. ايه ده مين وانا الصغير ده؟ ولا بطاطس. يلا ايه اللي مشيك؟ تعال نوتي. يلا تعال 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 يا جبان. عايز الطياره بتاعته اهي. تعال تعال خد، تعال هنا انت اجري. يا سوسه بتاخدها مني ولا يا نوتي؟ انت الطياره بتاعت انا بس مش عارف اخدها منه. مش هتشتغل. ايوه خلاص يا عم خليها براحتك. بقول لكم ايه، انا هبخ فيه شويه عشان اخوفه. اوعى يا نوتي اوعى يا نوتي اوعى يا نوتي اوعى يا نوتي اوعى يا نوتي. خايف ايه اللعبه؟ امشي يا جبان امشي يا جبان امشي يا جبان. اهرب خفش. ها يلا امشي امشي من هنا. يلا يلا يا نوتي. اخد بقى اللعبه بتاعته في السريع. ايوه في السكرتة ننزل كده. حلو احلى طياره دي ولا ايه؟ ايه ده؟ ركز انت في ادواتك بس، خلينا نستكشف المكان. في كوره هنا، خليه بقى اللعبه بتاعتك هنا حبيبي. فين الولد؟ روح خدها بقى يا حبيبي. تعال يلا. هو يدور على اللعبه بتاعته دلوقتي. تعال هقول لك مكانها فين. تعال اقول لك مكانها فين. اجري يا نوش اجري يا نوش. هقول لك احداثيات. تعال تعال بس هيجري فين؟ امشي من هنا امشي من هنا. لولا وقع في النضارة بتاعته كمان. تعال يا كابتن. بدور على النضارة بس. او تعال تعال. اوعى 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 لازم نخوف نخوف نخوف. تعال يا نوتي ناخد منه النضارة بسرعة. ايوه هرب 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 بسرعه 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 بسرعه. تير 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 تير. هي عمال هو ما يشوف يدور. هسيبها له هنا. حلو تعالى يا كابتن. هو راح فين؟ قاعد بيدور عليه. يا سوسه لا عجبها له شباب. ما ينفعش نسيبه من غير نظاره. الولد شكله قاعد محتاس. خلينا نجيب له نظاره بسرعه. يلا اتفضل يا كابتن. انت عارف انا بطه محترمه. اتفضل. يلا هي النضارة اهي. خد يا نوتي. ايوه لا الف مبروك يا حبيبي. امشي بقى من هنا امشي من هنا. انت كل شويه تقع انت تستهبل يا عم. انا ماشي يا عم. يلا مع السلامه. طيب يا شباب انا هقفل لحد هنا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش بقى باللايك، واتمنى انكم تشتركوا معانا في كونتر لسه جداد معانا. وقولوا لي رايكم في التعليقات، ايه رايكم في اللعبه اللي لعبناها النهارده. اشوفكم مره جايه في فيديو جديد مع ايست تيوب جيمنج. يلا سلام.